صندوق النقد الدولي يشيد بالاقتصاد المصري وفيتش ترفع تصنيف مصر إلى بي. الاحتلال لا يوسع قصفه على لبنان وبري يؤكد التزام بلاده بتنفيذ القرار 1701. رؤساء ووكالات الأمم المتحدة يؤكدون أن الوضع في شمال قطاع غزة مروع. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم، بدايتها مع دينا سلامة. أهلا بك دينا. أهلا بك ألاء، وأهلا بكم مشاهدين الكرام. والبداية، توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة. وفي أحدث تقرير له، حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي. رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى بي، وأكدت فيتش تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة في مصر، كما توقعت انخفاضا ملحوظا في عبء الفائدة على الدين المحلي. وأشارت الوكالة إلى زيادة التمويل الخارجي لمصر بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة وتدفقات غير المقيمين وتمويل جديد من مؤسسات مالية دولية. أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية ارتفع إلى 591 مليون دولار في سبتمبر، وارتفعت صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 10.31 مليار دولار في نهاية سبتمبر.
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أرسينو دومينغز سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية، ورحب وزير الخارجية خلال اللقاء بزيارة المسؤول الأممي إلى مصر التي تعد الزيارة الأولى له منذ توليه مهام منصبه. واستعرض الوزير عبد العاطي تداعيات هجمات الحوثيين على السفن التجارية المارة عبر باب المندب وجنوب البحر الأحمر وتأثيرها السلبي على المصالح المصرية، مشيرا إلى أن تلك التداعيات كبدت الاقتصاد المصري خسائر بالغة لعوائد قناة السويس تقدر بنحو 6 مليارات دولار. وفيما يتعلق بمسار التعاون بين مصر والمنظمة البحرية الدولية، أكد وزير الخارجية حرص الجانب المصري على تعزيز أطر التعاون المشترك مع المنظمة لما يمثله الشحن والنقل البحري من أهمية متقدمة بالنسبة لمصر. أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة عن تخفيضات خاصة لأسعار إيجارات أجنحة الناشرين المصريين مشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 56 المقرر إقامتها نهاية يناير 2025 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بدعم صناعة النشر من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب. يأتي ذلك بالتزامن مع إغلاق باب اشتراك الناشرين في النسخة 56 من المعرض، والتي شهدت إقبالا كبيرا من الناشرين المصريين والعرب والأجانب للمشاركة في المعرض. نظم المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات على مدار 3 أيام عدة فعاليات ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. ركزت الفعاليات التي أقيمت في الكاتدرائية المرقصية بالعباسية على تنمية الإنسان وتقديم جرعات توعوية وتثقيفية في مجالات متنوعة. وتفقد البابا توادروس الثاني فعاليات اليوم الثالث، حيث اطلع على ورش العمل الفنية والمكتبة المتنقلة لوزارة الثقافة والقوافل الطبية وملتقى التوظيف. وخلال ندوة تثقيفية حول أهمية التعليم الفني، ثمن البابا توادروس الثاني دوره في بناء مستقبل مستدام للإنسان وتعزيز مهارات الشباب. أطلقت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وأسقفية الخدمات العامة معسكر التنمية الريفية في محافظة أسيوط. ويهدف معسكر حياة كريمة إلى تدريب 50 مزارعا بالمحافظة لتطوير معرفتهم بكيفية زراعة القمح والإرشاد الزراعي وحماية المحصول من أي إصابات. كما يتعرف المزارعون المشاركون في المعسكر على كيفية ترشيد المياه خلال ري المحاصيل والحفاظ على المياه وأهمية المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح في دعم الاقتصاد المصري. احنا النهارده موجودين في اطار استراتيجيه مؤسسه حياه كريمه لتحقيق الامن الغذائي وتحقيق العداله الاجتماعيه والحمايه الاجتماعيه. بننظم معسكر التنميه الريفيه بالاشتراك مع اسقفيه الخدمات العامه. النهارده بنقدم عدد كبير جدا من الموضوعات المهمه من خلال الارشاد الزراعي، بنتكلم على المحاصيل الاستراتيجيه زي محصول القمح. الهدف النهارده اللي موجود معانا هو تشجيع وتوعيه المزارعين على تحقيق اكبر استفاده من محصول القمح، ازاي يحقق اكبر انتاجيه من محصول القمح، كمان لاننا مؤمنين بدور المزارعين في ترشيد استهلاك الميه. النهارده موجود معانا ندوه توعويه بتشارك بها وزاره الري في ترشيد استهلاك الميه اثناء زراعه محصول القمح، ازاي يحافظ المزارع على الميه، ازاي يعتني بالميه. النهارده موجود معانا اقبال كبير جدا من المزارعين يتخطى حاجز 50 مزارع. هنكون على تواصل مباشر معاهم من خلال جدعان مؤسسه حياه
كريمة، متطوعين الموجودين معانا. لو في أي تساؤل أو أي استفسار بيكون معاهم، هيتم التواصل بشكل مباشر معاهم. النهاردة جايين يوم توعية للفلاحين والمزارعين، يوم تنمية ريفية، جايين النهاردة ننظم اليوم ونساعد الفلاحين إن هم يفهموا ويعرفوا إزاي يعملوا ترشيد استهلاك للمياه وطرق زراعة الذرة والقمح بطرق الصحيحة. فإحنا جايين النهاردة نشاركهم، وفعلا الناس استفادت جدا من اليوم ده. النهاردة أحضر معسكر التنمية الريفية وبسكر الرسكوفية، وده النهاردة عشان استفاد زراعة القمح والري الحديث، بيعلمونا ازاي نزرع بري الحديث وازاي نزرع القمح وناخد اعلى محصول. نشكر التنميه الريفيه اللي عرفتنا بالطرق الري الحديثه واسترشاد المياه والري بالتنقيط والرش للحفاظ على المحصول والانتاج محصول جيد من القمح والمحاصيل الاخرى. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 30 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة، ونوهت الوزارة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2897 شهيدا منذ 8 أكتوبر من العام الماضي. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مناطق متفرقة في لبنان وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية. وأدت غارات الاحتلال وفق حصيلة أولية إلى استشهاد 11 لبنانيا في بلدة أمهز، وأربعة في بلدة نحلة، وسبعة في بلدة يونين في البقاع. وتعرضت مدينة صور جنوب لبنان وبلداتها إلى سلسلة غارات عنيفة أدت إلى دمار واسع في المباني والممتلكات. أعلن حزب الله اللبناني أن قواته استهدفت تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام بجنوبي لبنان برشقة صاروخية كبيرة. وفي غضون ذلك أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على مرتفعات سرنبا إحدى بلدات قضاء بعلبك. نفى مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أن تكون الولايات المتحدة قد طلبت من بيروت إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد. وذكر مكتب ميقاتي أن موقف الحكومة واضح بشأن السعي إلى وقف إطلاق النار من الجانبين، وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701. وجاء ذلك بعد أن قال مصدران لرويترز إن مبعوثا أمريكيا نقل هذا المقترح لدفع محادثات إنهاء الأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل. أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي أن توسع القصف الإسرائيلي في لبنان يعد مؤشرا على رفض الاحتلال مساعي وقف إطلاق النار. وخلال لقائه القائد العام للقوة الدولية العاملة في جنوب لبنان شدد ميقاتي على أن التصريحات الإسرائيلية تؤكد رفض الحلول المقترحة، منوها بأن التصريحات الإسرائيلية والمؤشرات الدبلوماسية تؤكد والعناد برفض الحلول المقترحة والإصرار على القتل. وقال رئيس الحكومة اللبنانية إن رفض إسرائيل الحلول المقترحة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته التاريخية والأخلاقية في وقف العدوان.
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 باعتباره الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. تأكيد بري جاء خلال استقباله القائد العام لقوات اليونيفيل لبحث تطورات الأوضاع الميدانية جراء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان، خاصة الأوضاع في منطقة عمل قوات اليونيفيل في جنوب الليطاني وما تتعرض له مواقع هذه القوات من اعتداءات. كما بحث رئيس مجلس النواب اللبناني المستجدات السياسية والأوضاع الميدانية وملف النازحين خلال لقائه مع وزيري الخارجية والعدل. في خضم جهود أمريكية لوقف إطلاق النار في لبنان، واصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت وعدة بلدات في الجنوب، مخلفا عشرات الشهداء والمصابين، ما اعتبره اللبنانيون أنه يأتي من أجل الضغط على لبنان في المفاوضات الجارية التي تتم تحت النار. هذا مرتبط بسير المفاوضات اللي كانت قائمة على المستوى لبنان وإسرائيل، وهذه بيسموها مفاوضات تحت النار، يعني من أجل الضغط بالضاحية وبغير الضاحية اللي عملوه مبارح بالبقاع واللي عملوه من الصبح بالنبطية ومبارح بالسور واليوم بالضاحية، هو طبعا من أجل الضغط لتحقيق مشاريع تخدم العدو الصهيوني بكل الحالات. ففي لبنان يتطلع المواطنون إلى وقف إطلاق النار رغم عدم اكتراث الاحتلال بالوصول إلى صيغة اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة الثلاثاء القادم. يعني هذه حرب وحشية ما لها حق إسرائيل تعمل هيك. إسرائيل كيان غير شرعي، كل اللي تعمله هو غير شرعي، ولازم إسرائيل يعني وضع لحد، لأنه إسرائيل متفلتة من كل القوانين والأخلاق الإنسانية. وتحاول الولايات المتحدة الوصول إلى حل للحرب المفتوحة المستمرة منذ أكثر من شهر بين إسرائيل وحزب الله، حيث تطرح الإدارة الأمريكية خطة تنص على انسحاب حزب الله من المناطق الحدودية مع شمال إسرائيل في جنوب لبنان، فضلا عن انسحاب جيش الاحتلال من هذه المنطقة التي ينبغي أن ينتشر فيها الجيش اللبناني والقوة الدولية اليونيفيل. فهل يقبل الطرفان بهذا الحل؟ ويوقفان إطلاق النار؟ هذا ما يحاول اللبنانيون في شوارع بيروت وغيرها من البلدات اللبنانية البحث له عن إجابة. عبرت مسؤولة من منظمة الصحة العالمية عن قلق المنظمة إذا التصاعد للهجمات الإسرائيلية على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية في لبنان. وقالت مارغريت هاريس في إفادة للأمم المتحدة أنه رغم التحقق من وقوع 55 هجوما من المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير، مجددة التأكيد على ضرورة أن لا تكون الرعاية الصحية والعاملين فيها هدفا في الحرب الدائرة بلبنان. حذرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان من الخطر الذي تشكله الحرب على مواقع أثرية، لا سيما في مدينة بعلبك في شرق البلاد وفي مدينة صور في الجنوب، اللتين تعرضتا لغارات كثيفة مؤخرا من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وقالت في بيان لها إن مدن بنقية قديمة ضاربة في التاريخ تواجه خطرا شديدا قد يؤدي إلى تدميرها، مشددة على أنه يجب ألا يصبح التراث الثقافي اللبناني ضحية أخرى لهذا الصراع المدمر. أعلنت الأمم المتحدة أنها تواجه نقصا حادا في الأموال لتقديم مساعدة إنسانية للبنان، إذ لم تتمكن من تمويل دعوتها إلى التبرع سوى بمستوى 17%. وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن الحاجات تزداد كل دقيقة، والوعود بتقديم أموال لا تكفي لشراء الطعام أو الأدوية أو الملاجئ للنازحين جراء الحرب في لبنان.
استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جباليا شمال قطاع غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع. وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال قصف مدرسة الرفاعي التي تأوي نازحين في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين. كما أصيب 5 فلسطينيين عقب تجديد قوات الاحتلال القصف المدفعي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. حذر رؤساء الوكالة الإنسانية الكبرى التابعة للأمم المتحدة من أن الوضع في شمال قطاع غزة مروع وجميع سكانه يواجهون خطر الموت الوشيك. وكتب 15 من هؤلاء المسؤولين أن جميع سكان شمال غزة معرضون لخطر الموت الوشيك جراء المرض والمجاعة والعنف، مطالبين الاحتلال الإسرائيلي بأن يوقف هجومه على غزة وعلى الطواقم الإنسانية. أعلنت منظمة الصحة العالمية استئناف حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في غزة اعتبارا من اليوم السبت، وطالبت كل من الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف بإبرام هدنة إنسانية من أجل القيام بحملة التطعيم. فيما أوضح وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان أن التطعيم سيكون في غزة، حيث لا يزال عدوان الاحتلال يحول دون استكمال المرحلة الثالثة من الجولة الثانية من حملة التطعيم في شمال القطاع، حيث سيتم الإعلان عن موعد التطعيم في شمال غزة لاحقا. أقامت إحدى الجمعيات الخيرية مدرسة مؤقتة في غزة تتسع خيامها ل 1800 طالب، ولاقت المبادرة نجاحا وإقبالا من أبناء غزة رغم خطر القصف المتواصل. من هذه المدرسة المؤقتة يوجه أبناء غزة رسالة صمود والتأكيد على أن التعليم هو السلاح الأقوى في وجه الجهل والاحتلال. في منطقة المواصي في خان يونس أقامت إحدى الجمعيات الخيرية هذه المدرسة، والتي تتسع خيامها ل 1800 بين الصفين الأول والرابع. ورغم خطر القصف الذي لا يتوقف، يصر أطفال غزة على ممارسة حقهم في التعليم. فقدنا العديد من المدارس، سواء كانت الحكومية أو التابعة للأونروا أو الخاصة، ولهذا الأمر كثفنا جهودنا لنعيد الطلاب إلى حياتهم التعليمية، رغم أن المسؤولية والتحدي كبير جدا. كوننا نعمل الآن وسط تحت نير الخطر، ما زلنا تحت الحرب، مدركين أننا في لحظة ما نكون في خطر، ولكن بإذن رب العالمين، وهذا هو عند الفلسطيني وتحدي الفلسطيني، أننا نعود إلى الحياة التعليمية. نحن الكبار سنعود إلى الحياة المهنية والحياة الطبيعية تدريجيا، وسنعيد بإذن رب العالمين الطفل إلى حياته التعليمية، رغم أن الفاقد التعليمي كبير. تحولت مدارس غزة إلى أنقاض أو ملاجئ للأسر النازحة، ومنذ بدء العدوان في 7 أكتوبر العام الماضي لم يتمكن نحو 625 ألف طفل في سن الدراسة في غزة من حضور الفصول الدراسية. والله شعور حلو إنه الواحد أطفاله يتعلموا، لأنه هيك هي بده الاحتلال نظام التجهيل وتجهيل الطلبة، فإنهم يتعلموا إشي كويس، وإحنا شعب بنحب الصامدين وبنحب نعلم أطفالنا. وتتمتع غزة والضفة الغربية بمستويات عالية من القراءة والكتابة على المستوى الدولي، حيث يعد التعليم مصدرا نادرا للأمل والفخر بين الفلسطينيين. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط. وأوضح البنتاغون أن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها في الشرق الأوسط، وتشمل هذه القدرات العسكرية الجديدة وسائل دفاع ضد الصواريخ الباليستية وطائرات مقاتلة وقاذفات قنابل B-52 وأنواع أخرى من الطائرات العسكرية. We'll be right back.
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي حلفاء بلاده الغربيين على السماح باستعمال صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي في ظل نشر قوات كورية شمالية في روسيا. واتهم زيلنسكي في خطابه المسائي حلفاء كييف بالانتظار حتى يبدأ الجيش الكوري الشمالي في ضرب الأوكرانيين بدلا من توفير القدرة بعيدة المدى الضرورية للغاية. أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بما وصفه بالعلاقات الوثيقة بين الجيشين والأجهزة الأمنية في روسيا وكوريا الشمالية، قائلا إن مثل هذه الصلات أتاحت للبلدين فرصة مواجهة تحدياتهما الأمنية. وخلال لقائه مع وزير خارجية كوريا الشمالية تشاي سون هي في موسكو، قدم لافروف الشكر لبيونغ يانغ على ما وصفه بموقفها الصائب من الحرب في أوكرانيا. أكدت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي خلال زيارة لموسكو أن بلادها ستقف بجانب روسيا حتى تحقيق النصر في أوكرانيا. وخلال لقاء مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف، اعتبرت وزيرة خارجية كوريا الشمالية أن الوضع الراهن يتطلب أكثر من أي وقت مضى تعزيز الأسلحة النووية الهجومية الاستراتيجية الحديثة. شددت الصين على أن التقارب بين بيونغ يانغ وموسكو شأن خاص بهما. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية إن كوريا الشمالية وروسيا دولتان ذات سيادة، والكيفية التي يطور البلدان من خلالها العلاقات الثنائية هو شأن خاص بهما، مشيرا إلى أن بكين لا تعرف بالتحديد وضع التبادل الثنائي والتعاون بين كوريا الشمالية وروسيا. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم مساعدة عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار، وذلك غداة إعلان واشنطن أن آلافا من الجنود الكوريين الشماليين باتوا جاهزين للمشاركة في القتال ضد قوة كييف. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أن الحزمة التي سيتم سحبها من المخزونات تشمل أيضا ذخائر جو أرض ومعدات طبية وذخائر وقطع غيار. تواصل القوات الروسية تقدمها في إقليم دونباس، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على 3 قرى في مقاطعة دونيسك شرق أوكرانيا. أعلنت القوات الأوكرانية أن روسيا أطلقت أكثر من 2000 طائرة هجومية مسيرة على أهداف مدنية وعسكرية في أنحاء أوكرانيا الشهر الماضي، في وقت تواصل فيه القوات الروسية هجوما ضاريا على الخط الأمامي. وقال مسؤولون من كييف أن موسكو نفذت ضربات جوية منتظمة على المدن والبلدات الأوكرانية، موضحين أن العاصمة تعرضت للهجوم 20 في شهر أكتوبر وحده. أعلنت السلطات الروسية أن مسيرة أوكرانية هاجمت مستودعا للنفط في جنوب روسيا، مؤكدة أن الدفاعات الجوية أسقطت 83 مسيرة أخرى. وقال حاكم منطقة ستافربول أن الهجوم على مستودع النفط لم يسفر عن إصابات، كما أن أجهزة الطوارئ تعمل في الموقع. وتقول كييف أنها تنفذ ضربات غالبا ما تستهدف مواقع الطاقة ردا على القصف الروسي على أراضيها. قال الكرملين أنه لا يمكنه تقديم تصور لما سيكون عليه وضع إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد انتهاء اتفاق يسمح بمرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا في نهاية العام.
وأشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن أوكرانيا قالت إنها غير مستعدة لتمديد اتفاق لمرور إمدادات الغاز، وسط تقارير صحفية تفيد بأنه قد يتم التوصل إلى ترتيب بديل تشارك فيه شركات أوروبية وأذربيجان. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الولايات المتحدة وروسيا على حافة صراع عسكري مباشر، وفي مقابلة صحفية أشار لافروف إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دفعت دوامة رهاب روسيا في الولايات المتحدة إلى أقصى الحدود، مشيرا إلى أنه في ظل هذا الوضع باتت الولايات المتحدة وروسيا على حافة صراع عسكري مباشر. اعتبرت كوريا الشمالية أن أحدث اختبار أجرته على صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب كان مكتملا، وأشرف الزعيم كيم جونغ أون على اختبار صاروخ هاوسينغ 19 الذي حرق أعلى وأبعد من أي صاروخ سابق. المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير. في أحدث استعراض للقوة العسكرية اختبر كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات، وصفته بأنه أقوى صاروخ استراتيجي في العالم. الصاروخ الضخم يعمل بالوقود الصلب من طراز هواسونغ 19، أطلقته بيونغ يانغ وسط تنديد دولي بنشر قوات لها لمساعدة روسيا في أوكرانيا. وقال الجيشان الكوري الجنوبي والياباني اللذان تتبعا مسار الصاروخ في الفضاء قبل أن يسقط في المحيط بين اليابان وروسيا إن الصاروخ حلق على ارتفاع أعلى مقارنة بأي صاروخ أطلقته بيونغ يانغ في السابق. وأظهر الصاروخ هواسونغ 19 أنه يتمتع بمدى يمكنه من ضرب أي مكان تقريبا في الولايات المتحدة، وذلك مثل الصواريخ البالستية السابقة العابرة للقارات التي أطلقتها كوريا الشمالية. وخلال إشرافه على عملية الإطلاق قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بلاده لن تتراجع مطلقا عن تطوير ترسانتها النووية. وسرعان ما أثار إطلاق الصاروخ الذي يأتي قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية تنديدة من واشنطن وحلفائها في كوريا الجنوبية واليابان وأوروبا، فضلا عن الأمين العام للأمم المتحدة. وقال متحدث باسم وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية التي تتولى العلاقات مع الشمال إن إطلاق الصاروخ ربما كان لعدة أغراض، من بينها استعراض التكنولوجيا العسكرية والضغط على واشنطن وتحويل الانتباه عن مسألة إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا. أعلنت اليابان والاتحاد الأوروبي عن شراكة أمنية ودفاعية جديدة في طوكيو، أشاد بها مسؤول الشؤون الخارجية للتكتل جوزيه بوريل على اعتبارها خطوة تاريخية تأتي في وقتها. وكشف بوريل ونظيره الياباني عن الاتفاق بشأن تطوير تعاون فيما يتعلق بالمناورات العسكرية المشتركة وتبادل المعلومات المرتبطة بقطاع الدفاع وأمن الفضاء إلى جانب أمور أخرى.
ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 205 أشخاص، فيما أعلن رئيس الحكومة الإقليمية لمنطقة فالنسيا الإسبانية أنه سيتم تقديم 270 مليون دولار مساعدات للمتضررين من الفيضانات العارمة التي اجتاحت مناطق جنوب شرق إسبانيا. بعد أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ أكثر من 50 عاماً، أجواء الحزن والحداد تخيم على إسبانيا، وبعيون تملأها الصدمة والأسى تفقد السكان آثار الدمار الكبير الذي حل بمنازلهم وسياراتهم، بينما يندبون أحباءهم اضطر الناجون إلى التقاط الأشلاء. وفي مدينة تشيفا المتضررة بشدة انتابت هذا المواطن حالة من البكاء وهو ينظر إلى بقايا منزله المنهار. لقد عشت هناك طيلة حياتي وعمري الآن 62 عاماً. لقد عشت هناك طيلة حياتي وكل ذكرياتي هناك. لقد عاش والداي هناك. لقد عاشوا جميعاً هناك. والآن اختفى كل شيء في ليلة واحدة. الفيضانات المفاجئة هي المأساة الطبيعية الأكثر فتكاً في تاريخ إسبانيا الحديث، حيث رجح العلماء المعنيون بالاحتباس الحراري أن يكون تغير المناخ هو التفسير الأكثر ترجيحاً للأمطار الغزيرة في جنوب إسبانيا، حيث يمكن للأجواء الأكثر دفئاً أن تحتفظ بمزيد من الرطوبة مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة. إن أحد الأشياء التي نعرفها عن هطول الأمطار الغزيرة وخاصة تلك الأمطار الغزيرة قصيرة المدة التي حدثت لتو في إسبانيا هو أن هناك علاقة فيزيائية قوية وواضحة تسمى كلاوسيوس كلابيرون، والتي تعني أنه مقابل كل درجة حرارة أعلى من الهواء يمكن أن يحتفظ بنحو 7% من الرطوبة. ولأننا نعلم أن العالم ارتفع بمقدار 1.3 درجة بسبب تلوث الوقود الأحفوري بسبب النشاط البشري، فإننا نتوقع أن يكون هطول الأمطار مثل هذا أثقل بنحو 10% مما كان ليكون في عالم بدون تأثير لاحتباس الحراري هذا. ويعتمد علماء المناخ على الملاحظات التاريخية لهطول الأمطار، والتي يقولون إنها تشير إلى أن دفعات الأمطار التي تسقط ليوم واحد في جنوب وشرق إسبانيا تتزايد مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب بسبب الانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري. قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن أنظمة التحذير الفعالة من الفيضانات قد تساعد في تجنب مستوى الدمار الذي لحق بمنطقة فالنسيا في إسبانيا. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في إفادة صحفية دورية إنه يتعين على الجميع ضمان وصول التحذيرات المبكرة لمن يحتاجونها، كما يتعين ضمان أن تؤدي التحذيرات المبكرة إلى اتخاذ إجراءات مبكرة قائمة على أساس المعلومات. من المتوقع أن تطلق اليابان هذا العام أول قمر صناعي خشبي إلى الفضاء، وأكد المكتب الإعلامي لجامعة كيوتو أن فكرة إنشاء القمر جاءت من منطلق الاهتمام بالبيئة، حيث عند عودته إلى الأرض بعد الانتهاء من مهمته سيحترق بالكامل عند دخوله الغلاف الجوي. التقرير التالي يوضح المزيد. تسعى اليابان إلى أحداث ثورة بيئية جديدة في مجال الفضاء، حيث تخطط لإطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم، حيث تحمل الفكرة في طياتها فكرة عبقرية تهدف لحماية البيئة من تلوث الفضاء. ويسعى الفريق الياباني لتطوير قمر صناعي مصنوع من الخشب بدلا من المواد التقليدية، وذلك لتقليل التأثير البيئي عند عودته إلى الأرض واحتراقه في الغلاف الجوي. وسيكون القمر الصناعي الخشبي صغير الحجم وبسيط التصميم، كونه تجربة أولى للبدء في هذا النوع من التكنولوجيا. فالهدف هنا ليس مجرد الابتكار، بل إثبات أن الفكرة قابلة للتنفيذ وأن الخشب يمكنه العمل بكفاءة في بيئة الفضاء. وتتطلع اليابان من خلال هذه الخطوة للحد من التلوث الفضائي والمساعدة في الحفاظ على البيئة، خاصة أن الأقمار الصناعية التقليدية تترك أثراً ضارة بعد احتراقها. هذا المشروع قد يكون البداية لتطوير تكنولوجيا صديقة للبيئة لاستخدامها في الفضاء، ما يمكن أن يلهم دولاً أخرى لاعتماد تقنية مماثلة.
وإذا نجحت التجربة قد يرى العالم شركات ودولا أخرى تتبنى هذه الفكرة وتطور أقمارا صناعية بمواد جديدة صديقة للبيئة، ما يجعله تحولا مهما في صناعة الفضاء، حيث يصبح هناك وعي أكبر حول الاستدامة حتى خارج كوكب الأرض. خيم ضباب دخاني كثيف على العاصمة الهندية بعد احتفالات بألعاب نارية، قالت شركة آي كيو إير السويسرية إن مؤشر جودة الهواء بلغ 348، مما رفع التلوث إلى الفئة الخطرة ودفع دلهي إلى قمة القائمة باعتبارها أكثر مدن العالم تلوثاً. بعد ساعات من الاحتفال بعيد الأضواء الهندوسي المعروف بعيد ديوالي، خيمت طبقة سميكة من الضباب الدخاني السام على العاصمة الهندية نيودلهي، حيث أدى الدخان الناجم عن الألعاب النارية المستخدمة في الاحتفال إلى ارتفاع تلوث الهواء إلى مستويات خطيرة. وبحسب وكالة مراقبة البيئة الرئيسية في الهند سافار، فقد تراجع مؤشر جودة الهواء في نيودلهي إلى فئة خطيرة، وفي الكثير من المناطق وصلت مستويات الجسيمات القاتلة إلى 7 أضعاف، وهو الحد الأقصى للسلامة الذي حددته منظمة الصحة العالمية. ويأتي وصول تلوث الهواء في نيودلهي إلى هذه المستويات الخطيرة رغم منع السلطات في العاصمة الهندية استخدام وبيع الألعاب النارية التقليدية منذ عام 2017، حيث طلبت من المواطنين اختيار الألعاب الصديقة للبيئة أو العروض الضوئية بدلا من ذلك، لكن هذه القاعدة غالبا ما يتم انتهاكها. ويتم تصنيف نيودلهي التي تضم أكثر من 33 مليون نسمة بشكل منتظم كواحدة من أكثر مدن تلوثا في العالم. وتتفاقم أزمة تلوث الهواء بشكل خاص في الشتاء عندما يتزامن حرق مخلفات المحاصيل في الدول المجاورة مع درجات حرارة أكثر برودة تحبس الدخان القاتل، وينتقل هذا الدخان إلى نيودلهي مما يؤدي إلى زيادة التلوث وتفاقم أزمة الصحة العامة. رياضيا، فاز الزمالك على نظيره البنك الأهلي 3-2 في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد السلام، وذلك بالجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز. وتقدم الزمالك في الشوط الأول عن طريق لاعبه ناصر ماهر في الدقيقة 38، وأدرك البنك الأهلي التعادل في الدقيقة 50 عن طريق محمد هلال من ركلة جزاء، وعاد الزمالك ليتقدم مجددا في الدقيقة 53 عن طريق ناصر منسي، واقتنص البنك الأهلي التعادل من ركلة جزاء ثانية ليسجل محمد هلال هدف فريقه الثاني في الدقيقة 76 من زمن اللقاء. واحتسب الحكم محمد عادل ركلة جزاء لصالح الزمالك في الدقيقة 96، لينجح عبد الله السعيد في تسجيل الركلة بالدقيقة 98 واقتناس 3 نقاط ثمينة للفريق الأبيض في مستهل مشواره ببطولة الدوري. يلتقي النادي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا في 8 مساء اليوم في إطار منافسات الأسبوع الأول من الدوري الممتاز موسم 2024-2025. ويخوض الأهلي اللقاء تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، ويسعى الفريق إلى حصد أول 3 نقاط من أجل تحقيق البداية المثالية في الدوري. حسم تعادل الإيجابي مباراة بيراميدز وبتروجيت بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد الدفاع الجوي في الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري الممتاز. وبهذا التعادل يحتل بتروجيت المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 1، فيما يأتي بيراميدز في المركز الخامس بنفس الرصيد.
حقق الاتحاد السكندري فوزا ثمينا على فريق فاركو بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لموسم 2024-2025. نجح المهاجم النيجيري إيمانويل أبي في تسجيل هدف اللقاء الوحيد لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 65، وانتهت المباراة بفوز الاتحاد بهدف دون رد ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالدوري، بينما ظل فاركو بلا رصيد من النقاط. قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه عين البرتغالي روبن أموريم مدربا جديدا ليحل محل إريك تن هاج أملا في استعادة أمجاده السابقة. وسينضم أموريم البالغ من العمر 39 عاما إلى يونايتد بعقد حتى 2027 مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي بمجرد الوفاء بالتزاماته مع سبورتينج، النادي الذي عاد إحياء مسيرته خلال 4 سنوات و6 أشهر قضاها في منصبه. وقال يونايتد في بيان أن روبن هو أحد أكثر المدربين الشبان إثارة وتميزا في كرة القدم الأوروبية. تنطلق اليوم السبت منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف فريق ليفربول نظيره برايتون في 5 مساء، وفي نفس التوقيت يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على بورنموث. وللمزيد في التقرير التالي نتابع. بداية مبكرة لصراع الصدارة بين 3 الكبار في البريمير ليج، مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال بعد خوض 9 جولات من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. تصدر خلالها السيتي جدول المسابقة برصيد 23 نقطة، وقع ليفربول وصيفا بفارق نقطة، بينما احتل أرسنال في المرتبة الثالثة برصيد 18 نقطة متساوية مع أستون فيلا بنفس عدد النقاط. وتشهد ساحة ملعب الأنفيلد معركة كروية بين ليفربول وضيفي برايتون في إطار منافسة الأسبوع العاشر من البريمير ليج، فبعد أيام من مواجهة الفريقين في دور 8 بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، استطاع من خلالها الليفر العبور ب3 أهداف مقابل 2 في معقل برايتون. تسعى كتيبة المدرب الهولندي أرني سلوت بقيادة لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح إلى تخطي عقبة برايتون في الدوري وحصد النقاط 3 من أجل مواصلة المنافسة على الصدارة. وفي نفس التوقيت يشهد ملعب فيتاليتي معقل بورنموث مباراة من العيار الثقيل تجمع بين مانشستر سيتي وبورنموث في الجولة ذاتها، ويسعى سيتي إلى مواصلة سلسلة الانتصارات بقيادة مدربه بيب غوارديولا والحفاظ على صدارة الدوري بالفوز على كتيبة المدرب أندوني إيراولا، بينما يحل أرسنال ضيفا ثقيلا على نيوكاسل يونايتد على ملعب سان جيمس بارك ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي. ويسعى أرسنال لوقف نزيف النقاط في البريمير ليج بعدما خسر من بورنموث 2-2 وتعادل مع ليفربول 2-2 في آخر جولتين. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم السبت معتدلاً نهاراً مائلاً للبرودة ليلاً، وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة.
بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية، والآن تذكرة بأبرز ما جاء بها من عناوين. صندوق النقد الدولي يشيد بالاقتصاد المصري وفيتش ترفع تصنيف مصر إلى بي. الاحتلال يوسع قصفه على لبنان، وبري يؤكد التزام بلاده بتنفيذ القرار 1701. رؤساء وكالات الأمم المتحدة يؤكدون أن الوضع في شمال قطاع غزة مروع. مشاهدينا، للمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات زميلتي آلاء شتا، ولكم مني التحية، أنا دينا سلامة.